تجديد أمر الدين من ضرورات العصر، وأرض المجددين مصر. إدراك الواقع بعوالمه المختلفة ركن من أركان التجديد. لم يكن تجديد التراث أمراً غريباً أو مستحدثاً علينا يوماً ما، بل كانت أولى خطوات هنا على أرض مصر. نريد التجديد للتبديد، نريد التعمير للتدمير. رحلة فكرية وإيمانية نتتبع فيها خطوات أعلام التجديد في مصر أرض المجددين.